أحد قداستكم تقول إننا لا نأكل الطبيعة الإلهية في سر الإفخارستية، وأنا مقتنع بذلك، ولكن ماذا نأكل في سر الإفخارستية؟ أنت بتأكل جسد المسيح ودمه، والمسيح قال من يأكل جسدي ويشرب دمي، ما قالش من يأكل لاهوتي، ما قالش. صحيح طبيعته متحدة باللاهوت، لكن ما بيتاكلش اللاهوت، ما بيتاكلش. حد يقول اللاهوت بيتاكل؟ ده بدعة جديدة دي.